بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة الأسبوع السادس لمقرر الصحافة العربية والدولية، الفرقة الرابعة صحافة، دكتور ميسة حمدي. بإذن الله المحاضرة دي هتكون عن صفحات أو الصفحات من 174 ل 178 في كتاب المقرر. هنتكلم فيها بإذن الله عن الصحافة العربية الدولية. احنا في كلامنا عن الصحافة العربية في مرحلة الاستقلال والدولة القطرية عرفنا ان مع التقدم التكنولوجي دخلت بعض الصحف العربية مجال نقل صفحاتها بالأقمار الصناعية وطبعها في نفس الوقت في أماكن مختلفة من دول العالم زي الأهرام المصرية والشرق الأوسط السعودية والثورة العراقية والحياة اللبنانية وصوت الكويت الدولي والقبس والسياسة الكويتيتان أيضا والقدس العربي الفلسطيني. وقلنا أن التوجه ده مثل بداية ظهور الصحافة العربية الدولية، وعرفنا أيضا فكرة ظهور الصحف العربية المهاجرة وبعض أمثلتها وأسباب هجرتها أو أسباب هجرة الصحافة العربية. وقلنا إن الصحافة العربية المهاجرة شكل من أشكال الصحافة العربية الدولية حتى وإن اختلفت وتعددت الآراء حول ذلك. طيب هنقول نبذة بسيطة عن واقع الصحافة العربية الدولية بحيث نوصل من خلالها لتصنيف الصحف العربية الدولية أو أنواعها. حاليا بتصدر في الوطن العربي عشرات الصحف الدولية غالبيتها باللغة العربية، فيما تصدر أو وتصدر صحف أخرى، تصدر صحف أخرى طبعات أخرى بلغات مختلفة. يعني زي ما قلنا قبل كده في المحاضرات إن أغلب الصحف العربية الدولية بتصدر باللغة العربية، إلا إن في بعض الصحف بتصدر طبعات أخرى بلغات مختلفة. طيب إيه أو يعني نقول أمثلة كده عن الصحف العربية الدولية اللي بتصدر طبعات بلغات مختلفة، منها صحيفة الجلف نيوز، هي صحيفة إماراتية بتصدر في دول الخليج باللغة الإنجليزية. عندنا برضو صحيفة عرب نيوز، هي صحيفة عربية الأصل بتوزع بدول الخليج أيضا والولايات المتحدة الأمريكية وبتصدر باللغة الإنجليزية. طيب في نقطة بقى تانية عايزين ناخد بالنا منها في الجزئية دي وهنجيلها إن شاء الله في تصنيف الصحف العربية الدولية، إن وإحنا بنقول إن في صحف عربية دولية بتصدر بلغات أجنبية لازم ناخد بالنا إننا ما نخلطش بين الصحف العربية الدولية اللي بتصدر بلغات أجنبية وبين الصحف العربية اللي بتصدر بلغات أجنبية لكنها غير دولية، زي الإيجيبشن جازيت، دي صحيفة مصرية بتصدر باللغة الإنجليزية داخل مصر، زي الأهرام ويكلي، هي صحيفة مصرية بتصدر باللغة الإنجليزية داخل مصر، زي الأهرام إبدو، هي صحيفة مصرية تصدر باللغة الفرنسية داخل مصر. طيب من الصحف العربية الدولية اللي بتصدر باللغة الإنجليزية بالإضافة إلى الجلف نيوز وعرب نيوز، صحيفة اسمها الديلي ستار، دي كانت صحيفة تابعة لمؤسسة الحياة اللبنانية بتصدر باللغة الإنجليزية لكنها توقفت عن الصدور. طيب هي ليه أصلا أغلب الصحف العربية الدولية بتصدر باللغة العربية؟ لأن هي هدفها الأساسي تلبية احتياجات القارئ العربي بالخارج. طيب احنا قلنا أنه أصبح عندنا عشرات الصحف العربية الدولية في العالم العربي، وقلنا ان اغلبها بيصدر باللغة العربية لكن في صحف بتصدر طبعات خاصة بلغات مختلفة، وقلنا امثلة لدي وامثلة لدي. في العالم دلوقتي عشرات من الصحف العربية بتصدر طبعاتها الدولية من لندن ونيويورك وباريس وغيرها.
وبتتفرع بعض الطبعات الدولية عن طبعات محلية للصحيفة ذاتها، يعني إن الصحيفة الدولية بتصدر عن الصحيفة الأم زي صحيفة الأهرام الدولي والحياة اللندنية. الأهرام الدولي بدأت بالتأكيد، أو الأهرام طبعا بدايتها في مصر، أو منشأها الأصلي في مصر، لكن مثلا صحيفة الحياة اللندنية صدرت في لندن الأول سنة 1988، وبعد كده أصدرت طبعات محلية في بيروت وجدة وغيرها. وبنقول كمان إن مشروع إصدار طبعات دولية لصحف عربية يكاد يكون مشروع خاسر من الناحية التجارية مقارنة بالفضائيات والإذاعات، بسبب التكلفة العالية اللي بتتطلبها الطبعات الدولية بالعملة الصعبة بالطبع اللي بتصدر فيها الصحيفة، بالعملة الصعبة الخاصة بالدولة اللي بتصدر بيها فيها الصحيفة. لكن في الوقت نفسه، يعني بالرغم من ان هي تقريبا مشروع خاسر، الا ان هي في الوقت نفسه تجربة إعلامية مهمة وسمة حضارية ودعاية سياسية تعمل على انتشار الفكر السياسي والثقافي للبلد، مع ربط الجاليات بأخبار الوطن والتواصل معها. كمان بيصدر إلى جانب الصحف مجموعة من المجلات الدولية، منها على سبيل المثال مجلة سيدتي ومجلة المجلة وغيرها، وإحنا قلنا بعض الأمثلة في المحاضرة الأخيرة. طيب، في نقطة تانية، إن تعريفات الصحافة العربية الدولية بتختلف، فبنجد إن هي بتعرف بإن هي الصحافة المتحررة من قيود الحدود الجغرافية والقيود الرقابية، وبنلاقي إن بعض الباحثين والمتخصصين الإعلاميين بيعرفوها بإن هي الصحف اللي بتطبع وتوزع في عدة دول في وقت واحد، وفي آخرون بيعرفوها أو بيروا إن اللي بيميز الصحيفة العربية الدولية عن غيرها من أنواع الصحف هي أن تصدر الصحيفة، أو أن تصدر الصحيفة أكثر من طبعة في أماكن مختلفة من دول العالم وبلغات مختلفة أخرى غير لغتها الأصلية التي تصدر بها من موطنها الأصلي. إلا إن القاسم المشترك أو نقطة الاتفاق هي إن الصحف العربية الدولية هي الصحف اللي بتطبع وتوزع في عدة دول في وقت واحد. بناء على الكلام السابق، وبناء على نقطة مهمة، هي هل إحنا لما نحب ندرس أو نقيم الصحف العربية العالمية أو الصحف العربية الدولية، هما مصطلح واحد، بنعتمد على منطق النظر للآخر؟ بمعنى هل هنقيمها بناء على تجارب وسمات ووظائف ومبادئ الصحافة الدولية الأصيلة، هي الصحافة الدولية الأجنبية أو الغربية، ولا هنقيمها في ضوء واقعنا العربي؟ الحقيقة إن إحنا هنقيمها في ضوء الاستفادة من التجارب الغربية، هي تجارب الآخرين، وفي ضوء دراسة واعية لواقعنا العربي، لأن من الأسباب الملحة والمهمة جدا لضرورة وجود صحف عالمية للعرب أو صحف عربية عالمية هي إيصال صوت العرب للعالم بما فيه إحنا، بحيث إن إحنا ما نسيبش غيرنا يتكلم بالنيابة عننا، وما نعتمدش على فهم واقعنا العربي بناء على تحليلات وآراء المفكرين الغرب، لأن في الأغلب الصحف الدولية خاصة الغربية بتكون موجهة ولها أغراض سياسية وثقافية، وبالتالي لا يمكن هتنقل الواقع العربي بشكل واقعي أو محايد. في ضوء الكلام ده هنلاقي إن الصحف العربية الدولية بيتم تصنيفها إلى 6 أصناف، هي الطبعات الدولية، وصحف الجاليات العربية في الخارج، والصحف العربية المهاجرة، والصحف اللي بتصدر بلغات أجنبية في الدول العربية. والنوع ده تحديدا هيكون لنا عليه تعليق بإذن الله واحنا بنتكلم عنه، والصحف اللي بيصدرها صحفيين عرب في بعض العواصم الأوروبية، والطبعات الخاصة. هنتكلم عن أول نوع، وهو الطبعات الدولية. الطبعات الدولية بتعني أن تصدر أو بتعني أن تصدر الصحيفة عدة طبعات في أماكن مختلفة من العالم، بالإضافة لمكان طباعتها الأصلي، موطنها الأصلي.
وبلغتها الأصلية. يبقى الطبعات الدولية بتعني أن تصدر الصحيفة عدة طبعات في أماكن مختلفة من العالم بالإضافة لمكان طباعتها الأصلي وبلغتها الأصلية، زي الفاينانشال تايمز والنيويورك تايمز والأهرام الدولي والشرق الأوسط السعودية. الصحف اللي بنصنفها ضمن الطبعات الدولية هي في الغالب بتكون صحف كبيرة ولها دور في السياسة الخارجية. هي أيضا في الغالب موجهة إلى القراء خارج الوطن العربي، وإن كان بعضها بيوزع داخل بعض الأقطار العربية. طيب، الصحف اللي بنصنفها ضمن الطبعات الدولية بيغلب على المادة الصحفية الخاصة بيها الاهتمام بالشؤون المحلية اللي بتصدر عنه، أو الاهتمام بالشؤون المحلية للبلد اللي بتصدر عنه هذه الصحيفة، وده في المقام الأول. اهتمامها الأول بيكون بأخبار الوطن الأم. في المقام الثاني بيجي الاهتمام بالشؤون العربية العامة، وفي المكانة الأخيرة بيأتي الاهتمام بالشؤون العالمية. علشان كده بيسميها البعض طبعات عربية وليست طبعات دولية، لأن توزيعها بيقتصر على القارئ العربي وبيغلب عليها الطابع القومي. تمام. النوع الثاني ضمن تصنيف الصحف العربية أو الصحافة العربية الدولية هو صحف الجاليات العربية في الخارج. صحف الجاليات العربية في الخارج بتكون موجهة في الأساس للجاليات العربية في البلد اللي بتصدر فيه، وبالتالي بتصدر باللغة العربية. صحف الجاليات بتنتشر بدرجة كبيرة في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأستراليا. بنطلق على الصحف دي لسان حال الجاليات العربية في البلد اللي بتصدر فيه، لأن هي اهتمامها الأساسي بيقتصر على تغطية نشاطات أبناء الجاليات العربية في البلد اللي بتصدر فيه مع أخبار متفرقة من العالم العربي. بنقول برضو إن هي بتربط الجاليات بالوطن الأم، لأنها بتنقل إليهم أخبار الوطن الأم، وده بيكون هدف أساسي من أهداف صحف الجاليات العربية في الخارج. النوع الثالث ضمن تصنيف الصحف العربية الدولية هو الصحف العربية المهاجرة. الصحف العربية المهاجرة هي الصحف اللي اضطرت للهجرة من الوطن العربي، أو اللي أصدرها صحفيين هاجروا من الوطن العربي بسبب افتقادهم حرية التعبير داخل أوطانهم. ظاهرة الصحافة العربية المهاجرة تعتبر ظاهرة جديدة في حياة العرب، فهي ظهرت في الربع الأخير من القرن العشرين، وبيطلق عليها أو بتوسم دايما بأن هي ظاهرة مسلحة بالمال والخبرة والتقنية الحديثة. الصحافة اللبنانية بتمثل أصل الصحافة العربية المهاجرة. الصحافة العربية المهاجرة كانت بتعتمد في الأساس أو في البداية على التمويل الخارجي والارتزاق، كانت صحافة مرتزقة أو أغلبها كان صحافة مرتزقة، يعني بتعتمد على تمويل جهات خارجية، وبالتأكيد أو ده بيؤكد أو بينم عن إن هي هتعبر عن سياسة الجهة اللي بتدعمها أو بتمولها. الصحافة العربية المهاجرة بتوجه للجمهور بكافة فئاته، ما بتوجهش لفئة معينة من الجماهير، ولها تأثير ونفوذ جماهيري واسع النطاق، وبتلعب دور كبير في تكييف الرأي العام الجماهيري وتشكيل اتجاهات الناس وانتماءاتهم وبلورة أفكارهم وآرائهم. في البداية أغلب الصحف العربية المهاجرة كان بيوزع داخل الوطن العربي، بمعنى إنها هاجرت من دولة عربية إلى دولة عربية أخرى، لكن التوزيع والانتشار داخل الدولة اللي هي هاجرت إليها كان مرتبط بعلاقتها بالنظام السائد في الدولة اللي هي هاجرت إليها في الوقت ده. وبالتالي يعني بمعنى إن علشان هي لقت نفسها إن علشان هي تقدر تصدر وتوزع ويكون ليها انتشار، يعني تاخد لها مكان في الدولة دي، لازم تكون
داعمة للنظام العربي السائد في الدولة دي في الوقت ده، وبالتالي هي لقت نفسها أصبحت أسيرة لنفس النظم اللي سافرت هربا من سطوتها. النوع ده تحديدا بيندرج تحته الصحافة الفلسطينية اللي صدرت في بعض الأقطار العربية وواجهت العديد من الصعوبات والقيود، وتم إغلاقها في الأردن وسوريا ولبنان وليبيا. وبناء على الكلام ده اختارت الصحف دي إن هي تصدر من خارج الوطن العربي حتى لا تكون رهينة لأي نظام عربي يمنحها حق التعبير وقت ما شاء. معظم الصحف دي تركز في قبرص ولندن وباريس. تمام. النوع الرابع من الصحافة العربية الدولية هو الصحف التي تصدر بلغات أجنبية في الدول العربية. هو تصنيف في رأيي هو تصنيف غير دقيق، لأن الصحف دي بتمثل نوعا خاص من الصحافة العربية لكنها ليست دولية. احنا بنقول هي الصحف اللي بتصدر بتوزع قصدي بتصدر في دول عربية بلغات أجنبية بتوزع في الدولة العربية نفسها، بتكون بتخاطب الأجانب اللي بيعيشوا في الدولة بالإضافة لأعداد قليلة من المواطنين العرب اللي بيجيدوا اللغة اللي هي بتصدر بيها. والصحف اللي بتصدر بلغات أجنبية في الدول العربية أساسها الاستعمار، هي ظاهرة تاريخية ظهرت في العصر الاستعماري، لأن الدول المستعمرة كانت بتحرص على إصدار صحف محلية في الدول اللي بتحتلها بلغة الدولة المستعمرة، كان هدفها في الأساس خدمة جنود الاحتلال والجاليات الأجنبية. هي دي نفس الصحف تقريبا اللي أنا أشرت إليها وقلت لكم نفرق بينها وبين الصحف العربية الدولية اللي بتصدر بلغات أجنبية زي الإيجيبشن جازيت. تمام. هي صحيفة مصرية في الأساس بتصدر باللغة الإنجليزية داخل مصر، وزيها الأهرام الدولي، الأهرام ويكلي والأهرام إبدو. الأهرام ويكلي صحيفة مصرية تصدر داخل مصر باللغة الإنجليزية، هي ليست صحيفة دولية لا توزع في دول أخرى. الأهرام إبدو نفس القصة، صحيفة مصرية تصدر باللغة الفرنسية داخل مصر، وهي ليست صحيفة دولية لا تصدر في أقطار أخرى أو في دول أخرى. وبالتالي النوع ده بيمثل شكل خاص من الصحافة العربية لكن هي ليست دولية. التصنيف الخامس هو الصحف اللي بيصدرها صحفيون عرب في بعض العواصم الأوروبية. الصحف دي بتمثل نوع من الصحافة العربية المهاجرة، أو هي شكل من أشكال الصحافة العربية المهاجرة. الصحف دي بتصدر بتشجيع الحكومة الخاصة بالدولة العربية اللي بيتبع أو بينتمي إليها الصحفي أو الصحفيون اللي أصدروا الصحف دي في عواصم أوروبية في الغالب، أو يعني ده هدف من الأهداف كان الاستفادة من الإمكانيات الصحفية المتطورة في الغرب. لكن لو جينا لأهدافها الأساسية هنكتشف إن هي شكل من أشكال الصحافة المهاجرة. عدد من الصحفيين أو أغلب الصحفيين العرب اللي أصدروا صحف خاصة بيهم من العواصم الأوروبية، ده كان شكل من التحايل على بعض القوانين الصحفية المحلية اللي بتمنع الملكية الفردية أو اللي بترفض إنشاء صحف جديدة. إحنا قلنا في أسباب هجرة الصحافة العربية وجود قوانين للمطبوعات في بعض البلدان العربية بتمنع الصحافة الفردية، وبالتالي الصحف اللي أصدرها عربيون صحفيون عرب في عواصم أوروبية كانت بهدف التحايل على بعض أو بعضها كان بهدف التحايل على القوانين الصحفية المحلية اللي موجودة في بلدهم العربي بتمنع الملكية الفردية للصحف. سبب آخر هيكشف لنا إن هي نوع أو شكل من أشكال الصحافة
العربية المهاجرة، هو إن الصحف دي ظهرت بتشجيع أو من خلال تشجيع بعض الأنظمة العربية على إصدار صحف عربية بالخارج لتكون صوت غير رسمي يعبر عن سياستها ويدافع عن مواقفها، من باب إن هي تعبر عن الصوت ده بشكل مقنع زي ما قلنا، ومن باب إن هي اعتقدت إن الدول الأوروبية دي هتعطيها الحرية، وبالتالي موضوعاتها أو التغطية بتاعتها أو هتقدر توصل صوت الدولة العربية اللي بتدعمها بنوع من الحياد والموضوعية. الحياد والموضوعية ده طبعا يتعلق بالدولة الأوروبية، يعني هتعكس أو هتنقل صوت أو هتعبر عن صوت الدولة العربية اللي بتدعمها برؤية خالصة لهذه الدولة دون تدخل من الدولة الأوروبية اللي هي بتصدر منها. ده المقصود بالحياد والموضوعية في الحالة دي. من أمثلة الصحف دي الطليعة، الشرق الأوسط، المسلمون، سيدتي وغيرها كتير. النوع السادس من أنواع أو الشكل السادس من أشكال الصحف العربية الدولية هو الطبعات الخاصة. الطبعات الخاصة هي صحف دولية بتصدر طبعات خاصة من الصحف عشان توزع خارج الدولة، يعني زي الشرق الأوسط السعودية وزي الأهرام الدولي، وإن كان الاختلاف فيها مش كبير إلا إنها بتعتبر طبعات خاصة، يعني تكاد تكون الطبعة المحلية مشابهة بدرجة كبيرة للطبعة الدولية، لكن هي الصحف دي بتسميها طبعات خاصة، بتسمي الطبعات اللي هي تصدرها في الخارج طبعات خاصة من الصحيفة المحلية. وقلنا إن هي زي الشرق الأوسط السعودية وزي الأهرام الدولي. بإذن الله المحاضرة الجاية هيكون لنا تعليق وتعقيب على التصنيفات دي، هلاقينا لاحظنا بعض من التداخل والتشابه، وإن بعض التصنيفات ممكن تندرج ضمن تصنيفات أخرى ولا داعي للفصل بينها، وبناء عليه إن شاء الله هيكون لنا تعقيب المحاضرة الجاية على التصنيفات اللي اتكلمنا عنها. وبكده بإذن الله المحاضرة تكون خلصت، والسلام عليكم ورحمة الله.